le CLB comme les étudiants de première année. Donc, Inch'Allah, باش نكون معكم في حصتين مراجعة. الحصة الأولى باش تكون اليوم الخامسة نتاع العشية على الكونتابيليتي فينانسيير 1، والحصة الثانية باش تكون نهار الأربعاء جاي 8 نتاع الليل كونسيرنون الماتير ميكرو ايكونومي. بالنسبة للريفيزيون باش تكون غراتويت، معناها للي زيتيديون الكل باش تكون على جوجل ميت. يعني ان شاء الله في الصباح ولا في النهار باش نخلي لكم اليان نتاع جوجل ميت، تدخل عليه معناتها باش تلقاو البريزونتاسيون نتاعي، وتتابعوني في الريفيزيون وتسالوني الحاجات اللي ما كنتش فاهمينهم اللي نفسر فيه، معناها سواء في الماتير نتاع الكومتابيليتي فينانسيير 1 والا في الماتير نتاع الميكرو ايكونومي. وان شاء الله زاده باش نحاول السيونس هذه اللي باش نعملها على جوجل ميت نعملها او ميم طون لايف على الشين يوتيوب نتاعي محمد الجيسي. دونك ان شاء الله تعجبكم الريفيزيون وربي يوفقكم.